السلام عليكم. اليوم نروح لولاية جيجل لنتابع زيارة تاع والي ولاية جيجل إلى مشروع المسرح الهواء الطلق اللي يعد واحد من أكبر المسارح تاع الهواء الطلق في الجزائر بسعة تاع 2000 متفرج، واللي الآن دخلنا في المرحلة تاع وضع الكراسي وتجهيز نتاع يعني المرافق تاع المسرح هذا اللي فيه على كل حال ملحقات لا تظهر يعني في الفيديو هذا. على كل حال نخليكم تتابعوا الفيديو حول مشروع المسرح الهواء الطلق بمدينة ديجل، والسلام عليكم.